طيب التشيك ليست للريفيو بيبقى فيها حاجات اسئله، بيسال بقى الاسئله الجنرال اللي بتبقى فيها، يقول لك هل الورك ده يعني ده مكونات للتشيك ليست، يعني حاجه كده من التشيك ليست، ممكن بعض الاديتور بيزودوا حاجات تانية غير الاسئله ديت، ولكن يعني ده الاسئله اللي فيها. في اسئله جنرال يقول لك ايه على البيبر كلها، هل الورك ده او البحث ده اوريجينال جديد ولا مش جديد؟ كل ما يكون اوريجينال كل ما يكون افضل في النشر. طب المعلومات اللي موجوده في البحث ده هل هي مهمه؟ هتفيد المجتمع والبيشنتس والناس ديت ولا مش مهمه؟ تمام؟ هل هي بتفيل الجاب اللي موجود في الليتريتشر ولا لا؟ طيب هل البحث ده ايثيكال؟ الستادي دي ايثيكال؟ هل البحث ده زي ما احنا خدنا قبل كده هل هو عمل ايثيكال ريفيو او البروتوكول بتاعه اتعمل له ايثيكال ريفيو قبل كده ومذكور فيه الايثيكال كوميتي نمبر زي ما احنا قلنا قبل كده ولا لا؟ طيب هل الورك ده بيضيف معلومات للي موجود اوريدي في الليتريتشر ولا ما بيضيفش؟ يا سيدي ان جنرال، لان لو بيضيف نشر ما بيضيفش احنا مش هنحط بحث نشر كريدندنت مفيهوش معلومات، واحنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده وشرحناه في محاضرات ايه سابقا. طب هل التايتل بتاع البحث ده اكوريت وانفورماتيف ولا لا؟ هل هو كونسايز؟ هل هو فاكشوال؟ تمام؟ هل هو بيدل على الكونتنت بتاعت البيبر انفورماتيف ولا لا؟ طب الابستراكت بتاع البيبر ده هل هو في معظم الريزلتس بتاعت البحث ولا لا؟ تمام؟ لان الريزلتس ممكن يتقري لوحده، ممكن يتقري لوحده، بمعنى ان انت لو قريت الابستراكت ممكن تفهم البيبر كلها، عشان كده الابستراكت بتكتب اخر حاجه في البيبر، عشان كده تشوف هل الابستراكت في معظم النتائج موجوده فيها بحيث يدي كلير بيكتشر للبيبر ولا لا؟ هل البيبر ريد ويل يعني سهله القرايه؟ الكلام اللي فيها ميك سنس تمام ولا لا؟ هل الريزلتس اوف انترست تو ذا ريدر بتوع الجورنال ده ولا لا؟ يعني هل البيبر ديت فيها ريزلت تهم الناس اللي بتقرا الجورنال اللي هو هيتنشر فيه البيبر ولا لا؟ ماشي؟ ما يجيش مثلا في بعض الناس تبقى عامله مثلا على نيورولوجيكال ريهابيليتيشن حاله نيورولوجي تمام؟ وروح انشرها لي في مجله مثلا بتاعت اورثوبيديك، طبعا مع المجلات خاصه بحالات الاورثوبيديك، طب الريدر بتوع الحاجات دي هم بتوع اللي بيقروا حاجات الاورثوبيديك، ما تحطهمش بحث مكتوب بنيورولوجي تمام؟ فطبعا مش هتبقى انترست للريدر في الجورنال ده، فعشان كده لازم البيبر تكون مع السكوب بتاع الايه؟ الجورنال. يجي بقى على الانترودكشن، يشوف يقول لك هل الانترودكشن اللينس بتاع الانترودكشن ده ريزونبل ولا لا؟ في بعض الحاجه بتبعت يقول لك لا انت صغر الانترودكشن، الانترودكشن دي كتيره قوي، اختصر الانترودكشن باكتر ايه امكانيات بحيث تشيل كل الحاجات دي. ففي بعض الناس يكتب انترودكشن 3-4 صفحات، طب عليه انترودكشن 3-4 صفحات تمام؟ فممكن فهم بيحسبوا اللينث بتاعه الايه الانترودكشن، طول الانترودكشن ديت هل هي ريزونبل ولا مش ريزونبل؟ هل الانترودكشن فيها اديكويت ريفيو للباك جراوند على البروبلم والايم بتاعت الاستادي بتاعتك ولا لا؟ هل مذكور فيها الايم بتاعت الاستادي؟ هل مذكور فيها ليه انت بتعمل الاستادي؟ هل مذكور فيها الحاجات اللي اتعملت على النقطه ديت قبل كده في الانترودكشن ولا لا؟ الميثودز، هل الميثودز ويل دوكيومنتد مكتوبه بالتفصيل وديتيل علشان اي حد عايز يختبر النتائج بتاعتك يقدر يمشي على الخطوات بتاعتك ولا لا؟ هل البارتيسيبنت اللي هو السامبل سايز بتاعتك موصوفين اديكوت ديسكرايبت ما عليها ان هم مذكورين ايه هم الانكلوجن وايه هي الاكسكلوجن كرايتيريا بتاعت السبجكت بتاعت البحث عشان تحدد الاوت لاين بتاع البحث بتاعك تمام؟ هل ساتسفاكتوري ريسبونس ريت شيفت يعني من اخر تقييمك للبيبر ده هل هي تتنشر ولا ما تتنشرش؟ هل هي واضحة ولا مش واضحة؟ تمام؟ هل الإكويبمنت اللي موجودة عندك في البحث ديت موصوفة كويس؟ محطوط لها فاليديتي وريلايبيليتي؟ فيها كاليبريشن؟ تمام؟ كل الكلام ده بيتقيم عليه البحث، ممكن أنت تقيس بماشين ما يكونش لها فاليديتي وريلايبيليتي، فإذا النتائج اللي هتبقى موجودة هتبقى إيه؟ مش معتمد عليها، عشان كده وأنت بتوصف الإكويبمنت بتذكر الفاليديتي والريلايبيليتي الكاليبريشن والحاجات دي بتاعتك. هل التكنيكس اللي انت استخدمته في البتاع ده described وان validated يعني انت وصفت العلاج اللي انت بتاخده ده هل هو موصوف كويس تمام في الميثودز ولا مش موصوف كويس؟ يعني ازاي التريتمنت، ازاي البروسيجر، ازاي اللي حصل ده؟ طب هل الميثودز سيوتبل فور ذا ستادي؟ هل الادوات اللي انت استخدمتها او الديزاين بتاعك مناسب للاستادي اللي انت بتعملها؟ ما تجيش تعمل تقول لي انا هستخدم راندومايز كنترول ترايل وانت كاتب في البحث مثلا فوق مثلا كوهورت ستادي
تمام، لازم الديزاين مناسب للايه، لطريقه الايه البحث بتاعك. فهل الميثودز الموجوده سيوتبل للستادي بتاعتك ولا لا؟ طب هل انت عملت سامبل سايز كالكوليشن بطريقه صحيحه ولا لا؟ لان عشان تاخد تعمل بحث لازم تعمل تختار سامبل سايز، عدد السامبلز عندك كم واحد، سامبل عددها دي بتحسبها ازاي؟ هل انت مشيت حسبتها صح عن طريق مثلا برامج زي الجي باور والكلام ده، ولا حسبتها غلط؟ عشان بعض الريفيور بيقول لك انت حسبت السامبل دي ازاي. فاحنا بنحسب السامبل نقول ده اقل عدد ممكن نستخدمه في بحث عشان يجيب افكت، او في فرق ما بين كنترول والستادي في البتاع. فده السامبل ايه، السامبل سايز. فهو هل انت حسبتها بطريقه صحيحه ولا لا؟ فطبعا ده تبقى تشيك ليست معموله للريفيور بيقراها ويقول والله السامبل سايز مش مفهومه. فطبعا يبقى عندك سؤال تاني لو البيبر حتى هتتنشر، يبعتوا لك ويقول لك الكومنتس ديت، جاوب على الحاجات ديت وصلح الحاجات ديت وردها لنا تاني عشان نبص فيها. طيب هل الاستاتستيكال ميثودز الطريقه الاحصائيه اللي انت استخدمتها علشان تفسير النتائج ده موصوفه كويس وليها ريفرنس، ولا مش مذكوره فين في البحث؟ طيب الريزلتس بتاعتك، هل الديسكريبشن بتاع الريزلت بتاع اللي انت بتاعت الريزلتس اللي انت عملت كلير وديتيلز بالتفصيل ولا مش بالتفصيل؟ هل الريزلتس بتاعتك كريديبل وفاليد والبريزنتد، يعني موجوده في تيبل، يعني لها اهميه وموجوده في تيبل وجرافز وشكلها حلو عشان انت عارضها بطريقه كويسه ولا لا؟ هل الاستاتستيكال ميثود ابروبريت ولا لا؟ مثلا انت الديزاين بتاعك يستخدم انوفا والناس عندها انوفا، تمام، او عامله تي تيست، فاذا لان كل لو انت ما استخدمت استاتستيكال ميثود خطا فالنتائج بتاعتك هتبقى ايه، بالتبعيه ايه، خطا. فلازم تستخدم appropriate statistical methods. هل الconfidence interval given، طبعا معظم المجلات يقول لك لازم تذكر confidence interval، يعني تمام تقول لي الconfidence interval كذا كذا كان، ومش لازم تذكر لي بس اللي هي probability اللي هي p-value بس، تمام، لا تذكر لي كمان p-value وتذكر لي confidence interval عشان من خلالها بيقدروا يحددوا ان انت الكونفيدنس انترفال كبيره يبقى في فاريشن ما بين الاشخاص وبعضها، قليله يبقى ما فيش فاريشن. ممكن يعرفوا هل النتائج بتاعتك انت مفبركها ولا مش مفبركها عن طريق الكلام ده كله. فطبعا الناس اللي بتعمل لك ريفيو ممكن يتاكدوا هل انت مفبرك النتائج ولا لا عن طريق البيانات. عشان كده it is imperative to mention الكونفيدنس انترفال في البحث بتاعك. كان زمان يذكروا بس البي فاليو، يقول لك significant ولا non-significant، لا ده بيقول لك اذكر البي فاليو، قول لنا البي فاليو الرينج بتاعها من كام لكام. فكل ما تكون البي فاليو واسعه كبيره كل ما يكون في فاريابيلتي ما بين الاشخاص وبعضها، فده بيقلل على برضه بيقلل على مصداقيه الايه، النتائج يعني. هل النمبرز اللي موجوده في التكست independent of the number في الفيجر والتيبلز؟ زي ما قلنا ان طبعا في الاحصاء وانت بتكتب ما بيتكررش الكلام، بمعنى انت حاطط بيانات في التيبل تيجي تكتب قبلها في التكست ما تذكرش الكلام اللي موجود في التيبل، تذكر تفسير الكلام اللي موجود في التيبل وليس منشن الارقام اللي موجوده فين في التيبل تاني. عشان كده اقول لك ايه، النمبرز الموجوده في التكست اندبندنت على النمبر الموجوده في الفيجرز والتيبلز ولا لا؟ عشان هم ما بيحبوش ان انت في البيبر لازم تكون كونسايز، ما تبقاش الكلام فيها مكرر مرتين، تمام، موجوده في التيبل خلاص المعلومه موجوده في التيبل، موجوده في التكست يبقى ما تتحطش في التيبل وهكذا. كلام موجود في فيجر ما تحطش في التكست، كلام موجود في التكست ما تحطش على ايه؟ على فيجر، عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه تكرار وريدندنس للايه؟ للمعلومات بتاعتك. هل الريزلت سبورتد باي ستاتستيكال اناليسيس؟ النتائج اللي حصلت بتاعتك ده، هل فيها ستاتستيكال سيجنفيكانت ديفرنس؟ نان ستاتستيكال سيجنفيكانت ديفرنس؟ ايه بالظبط اللي استخدم؟ هل الستاتستيكال بروسيجر مناسب للبحث بتاعك؟ يعني كل الحاجات ديت تبقى موجوده في التشيك ليست اللي الريفيور بيقيموا البيبر بتاعتك عليها. طيب في الاخر ممكن يقول لك البيبر ديت مثلا تنفع تتنشر بس بعد عمل التعديلات والرد على الاسئله، او يقول لك لا البيبر دي مش هتتنشر ويعمل ريكومنديشن للايه، للايديتور، ويعمل لك يقول لك ايه البيبر ديت ريجكتد، او ممكن يقول لك اكسبتد بس يعمل لنا الموديفيكيشنز اللي هتحصل ليه اللي هم طلبوه منك. طب يجي بقى برضه في الدسكشن في التشيك ليست يقول لك ايه، هل اللينث بتاع الدسكشن طول الدسكشن ابروبريت ولا لا، مناسب ولا لا؟ في ناس بتقعد تكتب 10 صفحات ديسكشن ويقعد يلف ويدور والفكره بتاعته مش واضحه. طب هل الديسكشن بعد كده اديكوال كونسيدر الليميتيشن بتاعت الاستادي؟ في نهايه الاستادي بيبقى في حاجه اسمها الليميتيشنز
اللي هي الويكنس بوينت بتاعته الاستادي بتاعتك لازم انت منشن، لان مفيش بحث كامل قلناها قبل كده، وقلنا في عندك ليميتيشن لازم انت تذكرها في نهايه الايه الدسكشن، وتقول ان الليميتيشن دي الحاجات ظهرت لك انت ما بتشتغلها وبتذكرها للناس، فده من الشجاعه ان انت تذكرها. وطبعا زي قلت لك ما تذكرهاش مثلا بابولوجي ابولوجيك تون يعني بنبره اعتذار، لا، لان كل بحث فيه ليميتيشنز، فانت بتظهر الليميتيشنز اللي عندك عشان يبقى الفكره بتاعتك تكون ايه، تكون واضحه. ممكن واحد تاني يجي ياخد الليميتيشنز بتاعتك ديت ويعمل لها كنترول ويعمل بحث تاني، وهذا فالبحث العلمي عباره عن عمليه كامله زي سيركل مع بعضها، يعني ده بيؤدي الى ده. هل الدسكشن فيل ريفيو بيرفس ورك؟ بمعنى وانت في الدسكشن انت بتكتب النتائج بتاعتك وبتشوف ان الابحاث اللي قبل كده مين اللي كان معاك او مطابق معاك في النتيجه او موافق معاك، ومين اللي كان معترض عليك، وكان معترض عليك ليه، وليه نسبه يعني معترض في النتائج بتاعتك، وايه تفسيرك للاعتراض ما بين النتائج بتاعتك والنتائج بتاعت البحث ايه الثاني، فلازم بتكون مذكوره فين في الدسكشن. طب في كونكلوجن عندك برضو في الدسكشن في الاخر، يقول لك هل الكونكلوجن ده انصر الايم اللي موجود في الانترودكشن؟ طبعا في الكونكلوجن انت بيبقى عندك هدف في الانترودكشن اللي هو الهدف مثلا تو انفستيجيت ذا افكت اوف كذا على كذا. طيب هل في الكونكلوجن جاوب على السؤال اللي موجود، جاوب على الايم اللي كان موجود؟ اه، فالكونكلوجن هو ما هو الا خلاص ملخص البحث بكلمتين، اه في افكت بكذا على كذا. تمام، هل الكونكلوجن ده انصر بطريقه جاستيفايد بطريقه لوجيكال ولا مكتوب ازاي بالظبط؟ فطبعا لازم يكون وانت بتكتب لازم يبقى justify your answer with the justify your answer، ويكون الكلام بتاعك لوجيك ومنطقي، ما يكونش اي كلام محطوط وخلاص. هما برضو بيبصوا في التشيك ليست على التيبل والايه والفيجرز، قلنا هل الفيجر ديت واز ادكويت مثلا كواليتي، مكتوب مرسومه كويس بطريقه كويسه، تمام، عشان توضح للريدر ان يقدر يبص على الفيجر يقدر يعرف ايه اللي موجود في البحث بالظبط. هل التيبل برضو هل كل التيبل المحطوطه والفيجر نيسيسري ان هي تتحط في البيبر، ولا في حاجات ريدندنت المفروض ما كانش تتحط، في معلومات مكرره في تيبل ده وتيبل تاني؟ هل الليجند والتايتل، الليجند والتايتل، الليجند بتاع الفيجر، الليجند يعني الكلام اللي موجود مثلا ايه تحت الايه الفيجر، والتايتل بتاع التيبل او الحاجه اللي هو موجود العنوان موجود فوق التيبل، والتيبل 5 مثلا افكت اوف كذا. طيب هل الحاجات ديت الكلام الموجود في الليجند ده او موجود في التايتل بتاع التيبل ده بروفايد اديكوت انفورميشن عن التيبل ده وعن الفيجر ده ولا لا؟ الريفرنسز، هل الريفرنسز اللي انت كاتبها في البحث دي كلها ريليفنت للبحث بتاعك، ولا انت يا دوب مثلا معدد لي 40 50 ريفرنس ما لهمش علاقه بالبحث بتاعك؟ تمام، فعشان كده العنوان بتاعك هم بيبصوا على عنوان البحث ويشوفوا ايه الفكره بتاعه الريفرنس بتدور على ايه، وبص هل هي علاقه بالتوبيك بتاعك ولا لا. فهم بيشوف هل الريفرنس كلها ريليفنت للبحث بتاعك ولا في حاجات ملهاش ريليفنس. هل الريفرنس فيرلي ريبريزنت الكرنت نوليدج، يعني بتلم لك المعلومات عن النقطه اللي انت بتبحث فيها كلها، تمام، ولا انت جايب بحثين وثلاثه وخلاص، تمام، وسايب الباقي؟ فهل هم الريفرنس بتغطي النقط اللي موجوده في الليتريشر على البوينت اللي انت موضوع البحث بتاعك ولا لا؟ طب وبرده افضل كمان الريفرنس بتاعتك برده ببص عليها، هل هي قديمه ولا جديده؟ هل هي من اخر 5 سنين ولا من سنه من 20 سنه فاتوا؟ وده كل الحاجات ديت مهمه جدا. هل في الريفرنس في حاجات اوميتد ولا مذكوره؟ في حاجات ما اتذكرتش في البحث؟ في ناس بعض الناس تاخد حط ريفرنس للحاجات اللي هي سبورت ليها وما تحطش ريفرنس للحاجات اللي هي اجينست هير ذم، لا، ده انت بتحط في الليتريتشر او في الريفرنس عندك كل ما هو ايه سبورت للريزلت بتاعتك، كل ما هو ان كونفليكت وذ ذا ريزلت بتاعتك، ولازم تدور على واي يو ار ديفرنت فروم ذا اذر ليتريتشر ريزلتس. ده كانت التشيك ليست قبل كده ان انت ازاي بتقيم او ازاي الريفيور بيقيموا البيبر بتاعك بطريقه معينه اسئله وبصوا فيها. فانت طبعا علشان تحسن الكواليتي بتاعت البيبر بتاعتك قبل ما تبعتها للجورنال لازم تشيك وتشيك وريفايز البيبر بتاعتك اجينست التشيك ليست قبل ما تبعتها للايه للجورنال.